أوه، توجد مهمة بحرف الكي موجودة هنا. يلا نلعبها، هي الأولى. جراند تيفت أوتو. واو، عنوان المهمة شباب، مثل عنوان يعني السلسلة، سلسلة جي تي اي. أوكي، اوكي. نيهاو نيهاو، رايتم كيف شي الصينية هكذا، عمل تلك الحركة الصينية. المهم الآن ايش راح نسوي؟ ناخذ سيارتنا الرهيبة موجودة هنا. لا تعطيني وقت يا ربي، والله كل جي تي 3 فيها مهمة كثيرة بالوقت، ايش ده؟ والله غريب مرة. المهم لا علينا شباب، خلينا نروح. يلا ما تصدم يا عين. اوكي، صدمنا في الاخير. يلا يلا، المهم لا علينا، خليني اشوف انا اين. اي انا وين؟ اوه نعم، هنا. فقط اروح الى قدام، اتوقع الى كراج شباب، يعني تصلح سيارة، ما ادري، لانه وضعوا لي علامة هناك، وايضا وضعوا لي علامة حمراء شباب، لا ادري لماذا الصراحة. اروح، لا تدهس الناس، لا تدهس الناس ارجوك. وضعوا لي علامة شباب هنا، انا قريب منها. اوكي، ليس في ذلك الكراج. نعم، انا ظننت بانه في ذلك الكراج. المهم يلا، اوه راح تنقلب، لا تنقلبي، نايس والله نايس. الان من هنا، نعم اوكي، جميل جميل. البي ان سبري، اوه نعم في ذلك الكراج. ليش انا اقول في ذلك الكراج بعدها اقول ليس في ذلك الكراج؟ خلاص قول له في ذلك الكراج واسكت. المهم دخلها هنا، نعم بهذه الطريقة. اوكي الان ماذا؟ نعم، ها ايه الان ماذا؟ وايش؟ والله ما ادري شباب، ما ادري. يعني محددين لي علامة هنا، لكن ما اعرف ايش اسوي فيها، والله ما اعرف الصراحة. خليني اروح الى تلك العلامة شباب الحمراء، نعم اللي في موجودة في الخريطة. والله علامات، ليس علامة شباب، علامات ليس علامة. اوكي، علامة حمراء كثير. اوه السيارة، يلا يلا اخذها، نفس سيارتي تقريبا. نعم أخذتها، الآن ماذا؟ نروح إلى تلك الأماكن المتبقية. اختفى الوقت، قل لي، قل لي اختفى. ريبار ذا كار، أصلحها. يلا روح، روح لكي نصلحها، روح. والله ظهر الوقت مرة أخرى، الله يقلعوا. راح نخسر شباب، راح نخسر. أنا أصلا ما فهمت وش راح أسوي في المهمة، والله ما فهمت نهائيا. ها 10 ثواني، وطشيت، ما فهمت وما عرفت وكل شيء. يلا خلص خلص، واعطينا الميشن فايل دي يا حبيبي. يلا يلا، نعم ها احسن. تو سلو مان، نعم انا بطيء ادري هذا، ادري. اها يفتح لي الكراج يعني، اوه خلاص الان فهمت، ندخلها خلاص. الان اروح شباب اللي بعدها، الان فهمت، قل لي هكذا من اول. هاي السيارة هنا، راح اروح اللي بعده، تبقى لي سيارتين. السيارة الثانية يا شباب جبتها، جبتها والله جبتها. اوكي دخلها مرة اخرى وهنزل، والله الطريقة رهيبة. الان يلا نروح شباب للسيارة اللي بعدها، روح روح روح. اوه قريبة السيارة اللي بعدها، والله مرة جميل شباب، حظي رائع الان. ولا اكذب عليكم، فهمت شباب، فهمت فهمت يعني وش اسوي في المهمة. اوكي اقفز اقفز. نعم أين السيارة؟ أين؟ بسرعة بسرعة بسرعة، هاي هاي السيارة الأسطورية، هيا بنا شباب. الآن نذهب إلى ذلك الكراج، يلا. هل راح أوصل؟ هل راح أوصل أم لا شباب؟ والله شكله لا. يلا يلا، ها يلا، والله 30 ثانية، يلا يلا بسرعة 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 بسرعة، ما عندنا وقت، استغفر الله. راح أقدر، راح أقدر شباب، نعم يلا. إي شو أسوي؟ والله الوقت، لا إله إلا الله، الوقت 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 الوقت، ادخل نعم بسرعة يلا. راح أخسر بادي، واو كيف راح أخسر؟ والله عيب عيب أني أخسر هكذا.
والله مرة عيب شباب أخ يا ربي. يلا والله الأخيرة، والله الأخيرة، يلا يلا يا رب يا رب ادخل. نعم عرفت بأنه لازم الشباب تدخلهم وهم مصلحين. حدث الآن لما خسرت يعني دخلتها وهي ما هي مصلحة، لذلك هكذا. أوكي يلا يلا يلا. واه اتمنى على اخر تاني يا شباب، سمعتم والله كان يمشي الوقت. المهم فزت اخيرا، اعطانا 35 ألف يا حبيبي. اوكي والله الوقت مرة مضبوط. المهم الان راح نلعب مهمة شباب بحرف الاي، هيا قريبة منا، هيا بينا. اوكي جميل، يلا طير، روح 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 روح، انزل انزل يا كلاود. يلا اوكي كنت راح اقول له تومي، وطاشي تعودت على جي تي اي فاي سيتي. المهم يلا باباراسي بورج، ما هذه الاسماء الغريبة؟ شو اسماء المهمات غريبة. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. نايس، يلا والله ما فهمت اي شيء وش قالت، لكن يلا. اوه يا عمري اعطيني مهمة القوارب. نعم دمج، اوه والله لازم اقضي عليها. اوكي ايش صار هناك؟ المهم لا علينا، يلا الان اقفز. يلا هنا الطريق لكن انا لا ادري. المهم والله مهمة قوارب شباب. نعم انا عندي رشاش المفروض، وسأذهب يعني قارب الشرطة. جميل جدا، يلا هكذا انطلق، اقدر اطلق منه. اوه هو فيه اصلا الطلق، شو هو فيه يعني سلاح نقدر نطلق منه، ليس انا اللي بالرشاشي اقدر اطلق منه شباب. والله جميل، راح لكن مرة بطيء، ألاحظ انه بطيء. اطلق اطلق اطلق، راح ادمره. هو القارب الخاص بي ليس قارب الشرطة، هكذا قارب سريع. اوه هو اسرع مني، يلا ايش صار؟ نعم راح قاعد يدور، انا قاعد اصيبه ام لا؟ يلا روح، والله امواج ومدري ايش، دمروا دمروا. يلا روح دمج دمج، ما قاعد ادمجه والله. اوكي كذا النظام، يلا ها اطلقه فقط اطلق، والله ما قاعد ادمجه ولا شيء. ايش ده؟ طيب كيف راح الحقه؟ لازم انتظر اتوقع حتى هكذا يلف واصير هكذا قريب منه زيادة، لذلك ادمجه. نعم يلا يلا ابدا في التدميج الان. واي والله ما تاثر نهائيا، انا قاعد اطلق، والله بدا يتدمج. نعم بدا يتدمج لكن دمج مره قليل، لا تصدم. والله صدمت، ايش ده يا وليد؟ يلا قود بطريقه جيده ولا لا تقود نهائيا. اوكي يلا ها ها لف لف. نعم نعم نحبك لما تلف، يلا لف لف. والله دمجت شويه شباب. اوكي يلا وين رايح؟ وين؟ لليابسة. يلا لف لف، والله ما يريد يلف الخرا. ابلع ابلع، وين رايح؟ وين؟ اوكي ها يا ربي راح يدوخنا، هذا راح يدوخنا. ليش تعوقت الكاميرا؟ خلينا نشوف. ها ها لف لف لف، والله طولنا شبه فيها شوية، لا تلاحظون هذا الوقت كله ما دمجته. ايش ده؟ اوكي نريد دمج قوي، يلا واو واو واو، والله رائع. انا ادمجه، والله ادمجه، قاعد ادمجه شباب. جميل والله نايس، والله نايس. اطلق غلط يا ربي، ايش ده حظ يا ربي. يلا اوه وقف وقف شباب وقف، ايش ده؟ ها يلا تعال تعال ورا، لا اوه ايش صار؟ اوه ايش صار شباب؟ ايش صار قبل قليل؟ يلا اين هو؟ اي اين هو؟ طلع ام ماذا؟ اتوقع يلا وراء وراءه. ايش ده؟ والله انا لا اراه شباب، انا لا اراه نهائيا، لا ادري اين ذهب حرفين. والله راح راح. نعم شباب انا وراءه، يلا يلا يا صار شباب بالله يعني السيارات، يلا روح وراء وراءه. زبالة، ها 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 يلا روح، والله دمجته كثير. ايش ده؟ ها ها متى متى يتفجر؟ متى؟ غثني والله غثني، روح
دمجوا يا وليد، والله نايس نايس ايم، نايس يا وليد نايس، هكذا نحبك هكذا. 10,000 يا حبيبي، والله جميل جدا. شباب الان ايش راح نلعب؟ نروح شباب نلعب ايه؟ ليش قربت الكاميرا هكذا؟ مدري، المهم بعد الكاميرا لانه اريده هكذا. نروح شباب نلعب مهمة هاتف، وهيا تلك مهمة الهاتف موجودة هنا شباب، على يعني لونها اخضر في الخريطة ترون. المهم لا علينا، يلا فوق الفتاة وطشيت يوزي رايدر. اوه والله تفل على ابو الهاتف، شوف ترى كيف يتكلم ذلك الشخص. المهم لا علينا، يلا الان ماذا؟ اوه جاية سيارة. الان وش راح نسوي؟ خلينا نتفرج شباب، لا تقول لي اعداء فقط. والله شكله اعداء. شوف اي، لا ليس اعداء، لا اوكي. نعم، ركب معي. والله جميل دايم، هذا ايضا راح يركب معي. جميل جميل، السوق، انا السائق اكيد. وين راح اروح؟ العلامة بعيدة ام ماذا؟ والله ما ادري، شكلها بعيدة لان لا تظهر شو، انا لا اراها في الخريطة حرفيا، لكن يلا خلينا نروح اليها. نايس اوكي، يلا دور من هذا المكان. يلا يلا، نعم بهذه الطريقة. اوكي بوت ريمبر يو دونت، او لم اقرأها مع الاسف. طيب وش لازم اسوي شباب؟ ظهرت لي جمجمة في الاسفل، والله ما ادري شكله، لازم اقضي على الناس اتوقع، ما ادري شباب. انزل. اوكي لقد رجعت، والله يهددوني شباب، رأيتم؟ يلا يلا، المهم الان ايش راح نسوي يا حبيبي؟ يلا نجرب. ابلع، قضينا على واحد لكن لم يحصل شيء. ابلع، اوه واحد. اترون شباب يعني لازم نقضي على ناس معينين، هذول اللي عندهم مضارب. هاهم تعال تعال، ابلع اثنان. ها رأيتم شباب؟ يلا هذه، اوه هذه لا تحسب يعني اللي عندهم مضارب. اوه ها واو، ابلع. والله اربعة، جميل جميل. اوكي خمسة، نعم حسبوها. اوكي جميل، الان يلا هنا 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 يوجد كثيرين. اوه لا اله الا الله، والله 9. ابلع يلا. اوه اوكي، اوه روح كملنا المهمة. جميل، لازم نقضي يعني عليهم. والله في المدينة الثانية يا حبيبي، ايش دي المهمة اللي كل طرقاتها يعني بعدوها؟ والله مرة طويل المهمة. نعم تقريبا وصلنا شباب، هيا بنا. اوكي هاي الدائرة هنا، نعم الان وش راح نسوي؟ يلا يلا خلاص لقد وصل. اوه نعم اوكي، والله فوزنا 10,000، والله جميل جدا. المهم راح نكمل شباب في الفيديو الجاي ان شاء الله، طبعا لا تنسوا لايك والاشتراك، ويلا اشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله، ومع السلامة.